أينما كنتم أهلا بكم إلى نشرة أخبار إم بي سي أبرز عناوين هذه الليلة. من المنامة دول الخليج تحذر إيران من مغبة الدخول في أي مغامرة ومن استغلال الانسحاب الأمريكي في العراق لتعميم حالات مذهبية. الإخوان المسلمون يرفضون عرضا لتسليم الحكومة مقابل بقاء الأسد في السلطة، والاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على النظام السوري. وطبيب أردني يشفي 20 مصابا بمرض الزهايمر باستخدام مزيج من الأدوية. وفي نشرتنا تتابعون أيضا هذا المساء: تفاديا لتكرار الربيع العربي، الجزائر تسخر وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق التنمية والتحول الديمقراطي. والكمبيوتر اللوحي يضع في متناول الشرطة الجورجية أدق المعلومات عن الموقوفين بشكل فوري. الخليج مستعدة للدفاع عن مصالحها، وهي ملتزمة بالقرارات الدولية وترفض أي تهديد أو تصعيد من جانب إيران قد يؤدي إلى مغامرة غير محسوبة العواقب. هذه هي فحوى رسالة مؤتمر الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم اليوم أعماله في المنامة عاصمة البحرين. التئام جديد يجمع أقطاب الخليج على مواضيع تتعلق بأمن منظومتهم السداسية وكينونتها التي باتت تستشعر خطر التطورات الإقليمية الأخيرة في ظل انتهاج سياسة خليجية تستند إلى معايير التعاون والتنسيق تقابلها إقليميا سياسة من نوع آخر تعمل على استخدام تدخلات أجنبية ومواجهات عسكرية تربك الاستقرار الخليجي عموما. نرفض رفضا بتاتا أي دولة كانت تتدخل بشؤوننا الداخلية وأن تملي علينا إملاءاتها. طهران ومهاتراتها السياسية مع واشنطن بخصوص إغلاق مضيق هرمز كانت الهاجس الجمعية الأبرز بالنسبة إلى الدول الخليجية. نتمنى أن مسألة التهديد في هذه المنطقة الحساسة من العالم أن يتم الابتعاد عنها. هذه المنطقة تهم العالم كله. وإلى أبعد من ذلك فإن المنظور الخليجي يحرص على تجنب مخاطر التحولات في دول المنطقة وتداعياتها، لا سيما ما يتعلق بملف الانسحاب الأمريكي من العراق وإمكانية اتساع النفوذ الإيراني داخله وإذكاء فوضى العنف الطائفي مجددا. الإطار العام للدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي موجود، وأيضا الإطار العام فيما يتعلق بالأمن موجود، لكن لا توجد وثيقة محددة تتعامل مع الأمن الإقليمي، لأنه في بعض الأحيان طغت المصلحة القطرية على المصلحة الإقليمية. النخبة الخليجية المجتمعة التفتت في حواراتها إلى ملف الإصلاحات داخل دول مجلس التعاون باعتباره ركنا رئيسا يمس الملف الأمني ما دامت هناك جهات تحاول استغلاله لصالح زعزعة الأمن في الداخل. من مقر انعقادي مؤتمر الأمن الوطني والأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون في البحرين، غزوان عدنان، أم بي سي. تزامنا مع مؤتمر المنامة وصل وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالح إلى تركيا، حيث قال إن المفاوضات المتوقفة بين إيران والقوى الكبرى حول الملف النووي الإيراني ستجرى في اسطنبول على الأرجح. وكانت طهران قد أعلنت أن فريقا تابعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيجري محادثات مع مسؤولين إيرانيين بين 29 و 31 من هذا الشهر. في السياق ذاتها أفادت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي قد يطبق حظرا نفطيا على إيران في الفترة الممتدة من الشهر الحالي وحتى بداية شهر يوليو المقبل.
نبقى في الشأن النووي، حيث من المقرر أن تعقد قمة دولية مخصصة لمكافحة الإرهاب النووي، وذلك في مارس المقبل في سيول عاصمة كوريا الجنوبية، يحضرها ممثلو 49 دولة، إضافة إلى ممثلين من الأمم المتحدة والإنتربول والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيتم خلال القمة دراسة التهديدات المرتبطة بالإرهاب النووي وأيضا أمن التجهيزات النووية، هذا بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بإدارة مخزونات اليورانيوم المخصب والوسائل التي يفترض تطبيقها لمكافحة تهريبه. ندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالحملة السورية المستمرة على المحتجين، واصفا إياها بأنها غير مقبولة، وكرر دعوته للرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي. الاتحاد الأوروبي من جهته فرض عقوبات جديدة على 22 شخصا وثماني مؤسسات إضافية. في المقابل صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده سترفض نشر أي قوات في سوريا أو فرض أي عقوبات عليها. وفي مجلس الأمن لم تتوصل الدول الأعضاء إلى أي اتفاق حول مشروع القرار الروسي الجديد بشأن الأزمة السورية بعد نقاشات مستفيضة دامت 4 ساعات. وعلى الصعيد السياسي الداخلي، أكد مصدر مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين لصحيفة الحياة، أكد أن الجماعة رفضت عرضا سوريا نقلته إيران ينص على بقاء الرئيس السوري على رأس السلطة، وذلك مقابل تولي الجماعة الحكومة. ودعا الجامعة العربية إلى استصدار تقرير وإحالته إلى مجلس الأمن. أما ميدانيا، فقد أفادت الهيئة العامة للثورة السورية أن 14 شخصا قتلوا في حمص وإدلب برصاص قوات الأمن، وذلك خلال اشتباكات بين الجيش السوري ومنشقين عنه. إلى العراق، إذ قدم رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي 3 مقترحات للخروج من الأزمة السياسية، منها إقالة رئيس الحكومة العراقية نور المالكي من منصبه. علاوي دعا خلال مؤتمر صحفي في بغداد إلى قيام التحالف الوطني بتسمية شخصية جديدة لرئاسة الوزراء بدلا من المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة. أما المقترح الثالث فهو العمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية استنادا إلى مؤتمر أربيل. مشاهدينا، المزيد في هذه النشرة لكن بعد الفاصل. خلطة من أدوية لتخفيف أعراض النسيان تشفي مرضى الزهايمر. ووسائل التواصل الاجتماعي في خدمة التحول الديمقراطي السلمي ومنعا لوقوع الثورات.